وبلدنا أصابتها الجائحة مثل مختلف بلدان العالم. ولكن لكن بلدنا فيما تماثل للشفاء 359 من المصابين، وهو ما نحمد الله عليه. ونحمد الله أن عدد المصابين يزداد يوما بعد يوم، العدد دياله في كل 24 ساعة كيزيد الحمد لله. كما نسأل الله الشفاء لباقي المصابين. كما نسأل الشفاء العاجل للمصابين. نحمد الله أن عدد المصابين يزداد يوما بعد يوم، العدد دياله في كل 24 ساعة كيزيد الحمد لله. كمان والمالي والتي تم تكليفها بدراسة تداعيات الجائحة وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي واقتراح النظافة الذين يقومون بمجهودات جبارة مستمرة ويشتغلون ليل نهار جبارة. أريد أن أقول بأن التطورات ديال هذا الفيروس هذا جديد، ماشي جديد، الكورونا فيروس قديم، ولكن هذا النوع ديال الفيروس 19 كوفيد 19 هو جديد متجدد، هو المهم هو جديد مستجد ولا متجدد ولا متجدد، جديد من حيث الخصائص ديالو، جديد من حيث طريقة الإمراض ديالو، لا فيزيوباثولوجي الإمراض ديالو، جديد من حيث التأثيرات ديالو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بمتتبعي القناة. الفيديو اليوم ما كانش مفروض يدار، لكن كان هناك طوارئ اقتصادية باش نتكلم على هذه المسألة هذه باش يفهمها المواطن، خاصة بالنسبة للجائحة ديال كورونا في المغرب. هذه مدة ما تكلمناش على هذه المسألة هذه لأنها ولات كتفاقم في المغرب واحد الشكل اللي هو يعني كبير بزاف. نتمنوا أن المواطنين يوعوا بهذه القضية هذه ويديروا المجهود ديالهم باش يعني يحميوا نفسهم، لأن ما كانش اللي غادي يحميهم إلا نفسهم. غادي نتكلم معكم على الاقتصاد المغربي وعلى الآثار ديال هاد الجائحة كورونا على المغرب، لأن بزاف ديال الناس ما كيهضروش عليها، الإذاعة في المغرب ما كتهضرش عليها، حتى شي واحد ما كيهضر عليها ولا السياسيين كذلك. الآثار ديالها راها قاصحة بزاف وسلبية بزاف، بالخصوص أن السياسيين عندنا ماشي في المستوى وماشي صريحين مع الشعب. إن كاين جائحة كورونا والآثار ديالها على الاقتصاد، وكاين كذلك الجفاف اللي خصنا نقولوه اليوم للمغاربة وبصراحة يعني مطلقة باش ما نكذبوش على راسنا، هو أن المديونية وصلت ل 82% من الناتج الخام اللي هو الجي دي بي جلوبال دوميستيك برودكت، يعني داكشي اللي كتنتجو الدولة، الأموال اللي كتنتجها الدولة في خلال سنة كاملة 82% ولات كلها مديونية للخارج بصفة مطلقة. إن مع كورونا والجفاف المغرب خسر 90 مليار درهم ديال الخسائر اللي هي ماشي سهلة. 90 مليار ديال الدرهم، شفنا داك صندوق ديال كورونا وشحال دخلت الفلوس فيه وشحال ديال وكيفاش سيروه، المهم هذه مسائل أخرى، لكن الأساس هو أن المغرب خسر 90 مليار ديال الدرهم أو 9 مليار ديال الدولار. الشيء اللي خلى هذه الحكومة هذه اللي هي في عالم والشعب في عالم آخر والوطن في عالم ثالث وما كتفكرش لهذا الشيء، انها بسرعه بلاص ما تنتج دير سياسات قويه، سياسات يعني تحفيزيه، سياسات اللي تكون عندها يكون عندها مفعول ايجابي على الوطن والمواطن، مشاو ديريكتومون للاقتراض الخارجي وفتحوا داك الخط ديال الائتمان اللي كيسميوه الائتمان، هو راه ما كاين لا ائتمان ولا والو، هذاك راه الدمار الشامل، وتسلفوا 3 المليار كذلك، حلوا داك الخط ديال 3 المليار ديال الدولار اللي هي 30 مليار ديال الدرهم. لاش ديتو بعملية حسابية الخسارة ديال 90 مليار درهم على 30 مليار ديون، فهي 120 مليار ديال الدرهم اللي يعني غادي تحطنا في مواقف اللي هي صعيبة بزاف. غير باش تفهم المسألة هذه وغادي نرجعوا لها إن شاء الله في مواضيع أخرى، الفوائد ديال الدين على المغرب راه كتاخذ 15% من النفقات العامة، يعني كل ما كتخصصوا الدولة الأموال
باش تخلص الموظفين وباش دير الاستثمار وباش دير اي حاجه 15% منه كتمشي غير باش تخلص الفوائد ديال الديون اللي هي كاينه. يعني ما كنخلصوش الدين، كنخلصو غير الفائده غير الربا ديالو. لان الحكومه غادي تخلص في هاد الديون هذه تقريبا 67 مليار و 843 مليون ديال الدرهم من اصل الدين والفوائد والعمولات، لان حتى باش يشدوا الدين كيعطيو العموله اللي نسميوها رشوه بالكلام المعقول، لان هما ما تيقولوا لكمش هذا الشيء. هذا خطير هذه المساله هذه اللي وصلنا ل 90 مليار نتاع الدرهم ديال الديون. اللي هو خطير فيها هو ان غادي الديون غادي تبقى 30 سنه، يعني في 30 سنه الجايه غادي نبقى المغرب كيخلص هاد الديون هذه. هذا هو علاش العثماني خرج هاد الايامات هذه وقال لهم من غير التعليم والصحه والداخليه الامن والدرك وداك الشيء ما كاينش توظيف بصفه نهائيه. هذا هو هي السياسه ديالهم هما، ما يكونش توظيف. يعني غادي تكون من بعد كورونا المغاربه خصهم يوجدوا راسهم لواحد الفتره نتاع البطاله. الناس اللي غادي يقبطوا شواهد عليا ماستر واجازه ودكتوره الله يكون معاهم، ما غاديش يكون الوظيف بصفة نهائية ما عدا إلا كان شي حاجة كتدخل في الإطار ديال الصحة والتعليم والداخلية والسلام. من غير هادشي راه ما كاين شيء. غادي يديروا التعاقد إلى هداهم الله، وربما نشوفوا حتى الشركات غادي تولي كتنهج واحد الشركات الكبرى تنهج واحد الخبط، ما تبقاش توظف كاع وتقدر تقول لك إلا بغيتي تخدم عندي دير مقاول ذاتي واجي تخدم باش انت تحمل المصائر الصوائر ديال السي ان اس اس وداك الشيء. هادشي كله ممكن، ولكن الخطوره هي هذه. علاش عندنا هاد الخطوره هذه؟ لان 30 سنه الجايه غادي يضربوا التنميه وغادي يضربوا بالسيف عليهم باش يخلصوا الديون، غادي يضربوا التنميه وغادي يضربوا الوظيفه، غادي يضربوا التشغيل بصفه يعني اللي هي كبيره. لان حيت كيقترضوا هاد الفلوس هادو كما الدول الاخرين كتقترض حتى هي، ولكن فاش كيقترضوا الفلوس كيديروا الاستثمار، كيخلقوا الوظائف، كيخلقوا الثروه باش يكون عندهم واحد النمو سنوي ديال 7%. خص على الاقل يكون ما بين 7 و 10% النمو باش يمكن لك دوك الفلوس هذوك اللي تسلفتيهم من برا تقدر ترجعهم وترجع الفائده، ويكون التوظيف وتكون التنميه وتكون البنيه التحتيه ويكونوا بزاف ديال الحوايج. هما كينهجوا الريع السياسي، كيشدوا الديون بزاف وما تيديروش التنميه وما كينتجوش الثروه، وكتبقى القضيه عندنا في المغرب ما بين 4.3% في احسن الاحوال وحتى 2%. يعني كتاخذ الكريدي من برا وما كتنتجش حتى الثروه، ما كديرش به المشاريع باش ترجع الفلوس وتخلص، يعني كتحسب على المغاربه. فالحكومه عندها 5 سنين والدين عنده 30 سنه، كيفاش يمكن لنا حنا نحاسبوا المسؤولين اللي غادي يجيو اللي غادي يدخلوا في انتخابات اخرى في حكومات اخرى؟ كيفاش يمكن لنا نحاسبوهم؟ فاش غادي يدخلوا يلقاو راسهم قدام هذا الاشكال هذا، خصهم يخلصوا الديون. واخا تكون حكومه زوينه وخاص الشعب يصوت على ناس مزيانين ويجيو يبغيو يخدموا، غادي يلقاو قدامهم هذا المشكل خصهم يخلصوه. اذا غنحملوهم المسؤوليه عاوتاني هما، وهما عاوتاني شنو غايديروا؟ يلقاو راسهم حاصلين ما عندهمش الحل الا يمشيو ياخذوا قروض اخرى، ومن بعد غادي نوليو في العجز اننا نخلصوا ديك الديون. غادي تولي الدول القويه غادي تجي اللي يسلفونا غايقول لك اودي بغينا فلوسنا. اول حاجه غادي يضربوا لك غيضربوا لك جوج الحوايج، الاستثمارات اللي كيديرها المغرب في افريقيا يقول لك لا باش انت تمشي دير الاستثمار في افريقيا حنا كنسالو وما تخلصش خصكم تخلصونا ولا يديو دوك الاستثمارات. من بعد يجي يديو شنو باقي عندك في المغرب المجالات اللي يديوها، كما داو الماء وداو كل شيء. انتم كتشوفوا ليدك الناس كتبكي من الفواتير ديال الماء والكهرباء، علاش هاد الشركات دخلوا؟ راه دخلوا على لحقاش عندنا ديون، لحقاش ماشي ما عارفينش حنا نسيروا. لا راه كان المغرب كيسير الماء ديالو، كيسير الكهرباء ديالو، تيسير كل شيء. علاش ما نعرفوش حنا نديروا لا فاكتوراسيون، ما عرفوش نديروا المساعي؟ راه كنا كنديروا هاد الشيء هذا، ولكن دخلات لك ليدك على لحقاش خاص عندهم ديون عليك، خصك تعطيهم المجال الحيوي يستغلوك فيه ويفاكتيروا المغاربه يديروا لهم الفواتير خياليه. علاش؟ لحقاش كيردوا فلوسهم من ظهر المغاربه، هذه راه ما فيهاش نقاش. احنا شفنا ذاك النهار
السيد كيغوت والناس دايره المظاهرات على اليديك على الماء، قال له ما يمكنش انا يجيني قد هادشي ديال الماء راه ما عمرها ما كانت. كيقولوا له خلص وشكي. حتى هاد النقطه هادي خصنا نهضروا عليها شي نهار ديال خلص وشكي، كاينه غير في المغرب ما كايناش شي حاجه سميتها خلص وشكي، كاينه شي حاجه سميتها تحاسب معايا. الا كتسالني تحاسب معايا، واللي كتسالو بصح نعطيه لك، واللي ما كتسالوش ما تديه لياش، لان هذيك الشفره هذيك سرقه. راه اي مؤسسه اي اداره اي شركه تقول لك خلص وشكي غادي نسرقك وسير تشكي. علاقه الشكايه كنعرفوها بلي سير تشكي وما كاينش يضربك تران ما فيهاش نقاش. هنا ليديك باش تعرفوا ليديك حنا دخلنا في هذا الموضوع هذا جانبي، هي فرع من الفروع ديال ليونيز ديزو اللي هي فرنسا الشركه اللي كتفرق الماء هنايا. فوالا هنا فرنسا ليديك ولا لا ليونيز ديزو ولا ديال اوديف ولا جي دي اف، يعني بحال الماء والضوء عندنا في المغرب، الضرائب براسها كلها هنا في فرنسا، ما يمكن لهاش تطالبك بشي مبلغ وتقول لك خلص وشكي، ممنوع. انا نقدر ننشر لكم شي نهار تيجوني اوراق ديال الضرائب، شنو تيقول لك؟ تيقول لك بغض النظر على شي خطا يوقع من جهتنا حنا، راه تبين لينا اننا تنسالوك مثلا 900 الاورو، فلا كنتي خلصتيها قبل ما تجيك هاد البرا اعتبر هاد البرا ما كايناش، ولا كان عندك شي راي او لقيتي فيها شي داكشي غير مطابق للواقع اللي خصك تخلصو، يمكن لك تتصل بينا في هاد النمره ونعطيوك رونديفو وتجي لعندنا ونجلسو ونهضرو ونعاودو الحساب. يعني باش ما تخلص غير اللي كاين، خلص وشكي ما كايناش. هادي كتكون عندنا حنا في الضرائب وعندنا في كل شيء. دابا حتى الشركات الاجنبيه اللي كتدخل بالسيف علينا وتبيع لنا هي الماء وتبيع لنا هي الضوء، كتنهج نفس السياسه نتاع الادارات ديالنا المغربيه، تقول لك خلص وشكي، هادي راه ما كايناش. هادشي علاش؟ هادشي من هاد الكريدي. راه قدروا في المغرب نفقدوا السياده، الله يهدي هاد السياسيين والله يهدي هاد الناس هادو، راه خصهم المحاكمه. لاقاش الا كانت حكومه كتسير وخلات المغرب في هاد الحاله وعرضاته لفقدان السياده، راه خصها في الحقيقه تكون المحاكمه. ان المشكل هو هذا، المشكل ما تيفكروش هما في سميتو في هاد الواقع هذا. الناس اللي كتسنى تكون الخدمه واللي كتسنى تكون هادي، فيعني مساله يمكن لهم ينساوها، راه ما غادي يكون والو من هاد الشيء هذا بصفه نهائيه. ان فاش كتوصل 82% من الناتج القومي اللي كتدخلو الدوله اللي الشركات ديالها والضرائب ديالها وكلشي الهم اللي فيها، كتولي 82% ولات كلها ديون، شحال بقى؟ بقات 18%، و 18% غنوصلوا لها بسرعه، لان الجائحه كورونا مازال، لان الاقتصاد مازال ما كاينش، لانها هما بالسياسه الخرقاء ديالهم ما داروش التتبع في الشركات الكبرى اللي كتوظف الناس. احنا كنشوفوا اسفي 400 البنات غادي يضيعوا، علاش؟ لحقاش ما زطموش على مول الشكاره ويفرضوا عليه التحليل ويفرضوا عليه التتبع ويفرضوا عليه الوقايه باش ما يكونش داك الشيء، تلقوا مول الشكاره يدخل الفلوس من بعد عندنا 400. لاله ميمونه كذلك، تلقوا هذاك يجمع الفريز، ولكن ما نجبروش باش يدير القانون ويدير التباعد ويدير التعقيم ويدير ويدير ويدير. عاوتاني عندنا 500 600 غادي نبقاو غادي هكا غنرجعوا للحجر ورجعوا للدمار الشامل. فاش كنت كندير لي فيديو قبل على اسميتو على كورونا، كنت نقولها، كنت نقول رجعوا لي فيديو ديالي، كنت نقول حذاري حذاري، راه داك لانديس دو لو فيكتور دو فيتاس، داك المعامل ديال التسريع، راه فاش غنوصلوا ل 10000 8000 وداك الشيء غادي تولي كنوصلوا لشي 300 400 500 في النهار، راه ما غنخرجوش منها. ولكن حنا كنا نخرجوا من كورونا لو هاد الشركات كلهم تحط لهم سميتو الاجراء القانوني باش يخدموا ويخدموا الناس ويديروا التعقيم والتباعد ويديروا كل شيء اللي خصهم يديروه، يساهموا في الاقتصاد الوطني كذلك، ماشي يجيبوا الناس لحوم يخدموا في تعليب السمك في السردين ولحوم يخدموا في الفريز وما كاين مشكل، الا منعات هو يربح ولا حصلت الدوله تاكل العصا. اذا غادي نبقاو غاديين، حنا وصلنا 14000 غنوصلوا ل 15000 غادي نبقاو طالعين. وإلا طوالت هاد القضية هادي حتى ديك 18% اللي باقا ما كلاهاش الدين غنوليو في 100%، حيت نوليو في 100% غادي نوليو زيرو. فاش كتولي الدولة زيرو كتولي دولة فاشلة، وفي القانون الدولي راه معروف الدولة الفاشلة شنو هي. سيروا قراو بنود الأمم المتحدة، ذا فيلد ستيت، الدولة الفاشلة، ليتا ديفايون يعني فايت. وديك الساعات غادي تشوف حتى الدين إلا بغيتي تقبطو
كاين هذوك ستاندرد اند بورز وداك الشركات اللي كيعطيوك التنقيط باش تاخذ الدين. الا كان الاقتصاد ديالك مزيان كتاخذوا فائده قصيره صغيره، والا كنتي حاله خطر يعني عندك ديون كبيره كيطلعوا لك الفائده للسماء. اذا فاش غنمشيو لهذا نقبطوا الدين غايقول لك لا سي ما نقدوش، حنا نقرضوك مثلا ب 2% ولا 3%، لا نقرضوك ب 10 و 15 و 20% وغادي نخرجوا عليك ديال بصح. فهاد الحكومه وهاد الناس وهاد السياسيين راه ما خدامينش، هادشي اللي غاديين فيه ما خدامش. والشعب الله يهديكم وعاو شي شويه، ما تبقاوش غير تمشيو مع زرقالاف، انا ما تنعممش ولكن ما تمشيوش مع زرقالاف وما تمشيوش مع اصحاب الولائم، وما هاد الناس هادو راه ما خدامينش. راه خصنا اللي غادي يدير التنميه واللي غادي يخلق الثروه واللي غادي يخدم الناس واللي غادي يدير بزاف ديال الحوايج اللي خاصنا. وخاص البنوك تزيد تفكر، خاص البنك المغربي يشوف شي حل باش يدخل الفلوس ويخليو الشباب يخدم، يعطيو الاستثمار، وماشي مشكل الا عطاوه ب 0.5% ديال الفوائد باش يدعموا الناس تنوض تخدم تخلق الثروه، لان الا ما كاينش ثروه كاين الدمار الشامل. والحكومه غتخلي لك 30 عام ديال الدين وتمشي بحال هذه الحكومه ديال الحياه هذو، ومن بعد تجي حكومه اخرى نوضوا نحملوها المسؤوليه لحقاش ما قدات دير والو، ها شنو مخلي ليها. فنتمنى تكون الرساله وصلت، وما تبخلوش علينا بلايك واشتراك وداكشي باش نطلعوا هذه القناه هذه باش نوصلوا المعلومه اللي ما كتوصل شيء. السلام عليكم.